بلاطه والامعري والمشاركه في البطوله الاسيويه، حظوظ مركز بلاطه بدايه في بطوله اسيا في ظل ايضا تواجدهم في مجموعه تضم السلط الاردني والانصار اللبناني والمحرق البحريني. محرق البحريني. يعني اولا دائما نتمنى لفرقنا الفلسطينية التوفيق سواء محليا أو آسيويا أو عربيا. إن شاء الله مركز بلاطة سيكون خير سفير للكرة الفلسطينية في مجموعته الثانية. المجموعة متوازنة، ليست صعبة بالمقارنة بما يمتلكه بلاطة من أسماء ومن أداء ومن ما نراه من استعدادات لمركز شباب بلاطة. إذا استمرت هذه الاستعدادات، هو يعاني في هذه الأيام من بعض الإصابات في الدور المحلي، لكن نتمنى أن يتخطى هذا الحجز من الآن حتى بداية البطولة أو تصفيات المجموعة، وبذلك إن شاء الله سيظهر بطريقة تشرف الكرة الفلسطينية. طب إذا أردنا أن نتحدث سيد عبد الفتاح أيضا عن مواجهة الأمعري ضد الكويت الكويتي، يعني كيف ربما تقرأ وتحلل في هذه المواجهة؟ يعني هي أكيد طبعا المباريات الإقصائية دائما تكون أصعب لأنها مباراة واحدة تحدد مصير فريق، فعشان هيك يجب أن تكون الجاهزية النفسية أولا والاستعداد لهذه المباراة يكون على قدم وساق، ويكون الفريق جاهز لمقابلة الكويت الكويتي. صحيح أن الكويت الكويتي فريق عريق، فريق يمتلك عديد من الأسماء، لكن الأمعري أيضا يمتلك من اللاعبين ما يمكنه من مقارعة الفريق الكويتي، ولأنه نصف مقعد نتمنى أن يكون لدينا فريقين في البطولة الآسيوية يلعبان في المجموعة. مركز بلاطة أوكي تأهل للمجموعات مباشرة بصفته بطل الدوري، ومركز الأمعري إلى الملحق، وهذا أيضا انتصار للكرة الفلسطينية وفخر للكرة الفلسطينية، لأنه إحنا السنة حصلنا على مقعد ونصف في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مقارنة بالسنوات الماضية عندما كنا نحصل على نصف مقعد، فهذا يعني أن هناك تطور في كرة القدم الفلسطينية وفي أداء الأندية الفلسطينية آسيويا، حتى نحقق مقعدين إن شاء الله في الموسم القادم. نتمنى أن يظهر بلاطة والأمعري بشكل جيد في هذه البطولة، ونحن قادرون على ذلك، لأنه مركز بلاطة لا زال يقدم أداء رائع، ومركز الأمعري أيضا يقدم أداء رائع. هناك وقت قبل المباراة 20/4 إن شاء الله في استاد فيصل الحسيني سيقابل الأمعري فريق الكويت الكويتي. صحيح. والفائز سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وفي حال تأهله أيضا مجموعته ليست بالصعبة، أعتقد الفيصل الأردني، تشرين السوري، السيب العماني، وكان هناك لقاءات بين المنتخب الفلسطيني والمنتخبات في هذه الدول وقدمنا أداء رائع. أنا بقول إنه في حال تأهل الأمعري إلى المجموعات، المهم أن يجتاز مباراة الكويت الكويتي. نعم. في حال تأهله إلى المجموعات تكون فرصته أكبر للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة. نعم. وان شاء الله يكون لنا فريقين في ان شاء الله، يعني احنا ما بنكونش زعلانين، بالعكس مبسوطين كثير اذا بيكون فريقين فلسطينيين وبكون في بصمه فلسطينيه مميزه. لا ايضا لانه البصمه الفلسطينيه موجوده. نعم. يعني تاريخ مشاركات الفرق الفلسطينيه في كاس الاتحاد الاسيوي تاريخ مشرف. نعم. دائما ما كانت تنافس الفرق الفلسطينيه رغم يعني العقبات التي كانت تمر، يعني أبرز العقبات التي واجهت الفرق الفلسطينية في البطولات السابقة هي وقوعها في مجموعات تضم الأندية السورية والأندية اللبنانية، وبالتالي كانت هناك مشكلة في مباريات التي كانت على فلسطين على الملاعب الفلسطينية، الظاهرية خسر إداريا لأنه لم يلعب مع الوحدة السوري، كذلك الحال أهل الخليل، كذلك الحال هلال القدس، لم نتمكن من استضافة الفرق السورية والفرق اللبنانية. لكن في هذه السنة البطولة مختلفة حيث تقام بطريقة تجمع الفرق، يعني كل مجموعة يعني الفيصلي قدم طلب لاستضافة المجموعة الثالثة اللي هي
ممكن أن يتأهل إليها الأمعري، وبالتالي هون ما عندناش مشكلة في دخول تشرين السوري إلى فلسطين، أو أنه ممكن نخسر إداريا مثل ما حصل مع الظهرية، مثل ما حصل مع أهل الخليل، مثل ما حصل مع هلال القدس، وهذه فرصتنا. لكن ما نطالب به فرقنا المحلية على أساس أنه أول مشاركة لمركز شباب بلاطة في هذه البطولة، رغم أنه يمتلك عدد من اللاعبين الذين يلعبون في المنتخبات الوطنية ولديهم الخبرة الآسيوية والخبرة الدولية، بنقول أنه يجب أن نستعد جيدا لهذه البطولة. لذلك هل ترى بأن مركز بلاطة والأمعري فعليا استعدا جيدا للاستحقاق الآسيوي؟ لا حتى الآن الاستعداد بشكل جيد، أو من خلال الأداء المحلي ما نشاهده على أرض الواقع، نحتاج إلى مزيد من الاستعداد، لأنه دائما المنافسات الآسيوية تختلف أختي وفاء كليا عن المنافسات المحلية. يعني مثلا منسوب اللياقة البدنية يجب أن يكون أكثر، الاستعداد النفسي أكثر. أنت تمثل الكرة الفلسطينية، وبالتالي كمان أنت مش يعني دا مدعوم من كل الأندية الفلسطينية ومن كل الجماهير الفلسطينية حتى تشرف الكرة الفلسطينية، وحتى أيضا الأندية الثانية اللي هي تتنافس على بطولة الدوري في هذه الأيام تحصل على مقعدين حتى يكون لها شرف المشاركة. على كل حال أنا بقول إنه فرقنا المحلية، وأنا بوجه رسالة لمخيمات الصمود، لأن كلا الفريقين يمثلان مخيم بلاطة ومخيم الأمعري، مخيمات الصمود، بأن يقف أن يقف أن تقف الجماهير خلف أنديتهم، أن يدعموا هذان الفريقان حتى يشرفان الكرة الفلسطينية. وكل ما نأمله أولا تأهل فريق الأمعري إلى دوري المجموعة، ومن ثم من الممكن أن نراقب كلا الفريقين وأن نرى مدى استعداد أي استعداد كل منهما، وبنقولهم إنه كل الجماهير والإعلام الفلسطيني راح يكون خلفكم لتقديم أفضل ما لديكم ولتشريف الكرة الفلسطينية كما نأمل منكم، وثقتنا عالية بكم. نعم، وبالتأكيد نأمل الحظوظ إن شاء الله، كل الحظ الطيب والتميز والنجاح والتألق لمركزي بلاطة والأمعري وكل الفرق الفلسطينية والأندية. بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر الخبير الرياضي والمحلل الرياضي السيد عبد الفتاح حرار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه القراءة السريعة في فقرة عالم الرياضة. نواصل مع حضراتكم والمزيد من الصباحات والمشاركات في هذه اللحظات.